الأغلبية صامتة هي ملح الحياة، تظل مطالبهم أوامر لكل من يعي دوره من أولي الأمر. اليوم في فقرة مع الناس حنقف على التفاوت والتضارب اللي بتشهده تعرفة المواصلات داخل الخط الواحد والفوضى الكبيرة اللي أصبحت متلازمة للتسعيرة. يبقى السؤال الأهم، هل فوضى التسعيرة هي بسبب غياب كامل للدولة؟ نتابع. جامعة السودان الغربي، علاقات عامة، خريجة إن شاء الله. فموضوعكم عن المواصلات والتعرفة بتاعت المواصلات وكده، الصراحة دي حاجة متأزمة منا يعني الشعب السوداني كله، زائد إنه أنا هسه وأنا جاية على الجامعة متفاجئة بالتعرفة بتاعت المواصلات، إنه الراكب بيقى ب600 جنيه من محطة لمحطة. يعني أنا عشان ما أركب بحري أجي العربي من الحتة اللي أنا راكبة فيها التعرفة ب600 جنيه. أنا إذا عايز أجي الجامعة يوميا عايز 1000 جنيه مشية و1000 جنيه جاية، بالإضافة عن الوجبة بتاعت والأنا عايزاها في الجامعة. يعني ده كوم، والفوضى اللي بتحصل في الشارع طبعا كوم تاني، وتزعة طويلة يعني زي ما قالت هسه لو خد الناس بقت شنو يعني تخاف إنها تركب عربية، بقت تخاف إنها تطلع يعني براها. يعني في ظاهرة بتاعت إجرام، زائد إنه الظاهرة بتاعت الإجرام ما بقت من المواطنين نحنا، بقت في ميليشيات بتجي لابسة لبس بتاع ما بتعرفها شرطة، ما بتعرفها ميليشيات، ما بتعرفها شنو، بتقف في الشارع بتوقف الزول من عربيته ممكن تنها بتشيلها لعنده. دي حاجة. النقطة الثانية إنه يا جماعة أنا بوجه بقول إنه الظاهرة بتاعت المواصلات دي إحنا كلنا يعني لو خدتنا يدينا مع بعض ممكن يعني نصل لحل. يعني أنا بجي بوقف العربية بتاعتي بقول الراكب يا جماعة ب500 جنيه اللي عنده بيركب، ده الناس مؤيد الوضع تمام، يعني اللي عنده يركب والما عنده ما يركب. بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم زينب الهادي عبد الرحمن، زينب الهادي عبد الرحمن من ولاية الخرطوم، السكن الكلاكلة اللفة عن الدخينات، طالبة جامعية بقرا في جامعة القرآن الكريم وكلية الإمام الهادي علم نفس. أول شيء الصباح وأنا لما أكون طالعة من البيت من اللفة لحد الشهداء قاعد أمشي ب700 الصباح أحيانا، ويوم بمشي ب800 ويوم ب900 ويوم ب1000، والميزة أنا أكون جاية أركب من جنب مستشفى آسيا أو ما تسمى بمستشفى السلاح الطبي، من قدام مستشفى السلاح الطبي لحد اللفة المواصلات ب1000 جنيه. يا ناس لما نجي ونقعد تحت نشوف أسعار البنزين ونشوف الأسعار بتاعت الجاز، ولما نجي نشوف الأسعار بتاعت الوقود أو الكلام الكثير ده كله، بنشوف يعني الشيء ده فوضى عارمة شديدة ما عندها علاقة بالبيئة. فليكن انك يعني شلت الجالون ب4 مليون او 4 مليون ونص، كويس الجالون ده حيوديك مشوار. ما ممكن يعني انت الجالون لو بقى غالي تطبح المواطن، ده طبح والله، ده طبح يعني طالب بس. فلنفترض انه زول عنده 4 5 6 شافع في اليوم، اها انا لحد الشهادة دايره لي 3000 بل بسيط عشان اجي الجامعه وارجع. كويس انا لما اكون عندي شافعين 3 شافع 4 شافع، علاقه الدخل بالمنصرفات شنو يعني؟ والله المواصلات بقت غاليه غلاء اصلا متوقعه. اللفة لحد العربي 500 جنيه، المسافة دي يعني مسافة قريبة شديد، ما مستحق ان الزول ممكن يركب المواصلات ب 500، او من اللفة لحد ليبيا المواصلات ب 1000 جنيه، لحد الشعبي ب 1000 جنيه، يعني ما ممكن والله. المواصلات يعني المواصلات غالية شديد الشيء الاول. الشيء الثاني ان يعني في فوضى عارمة في المواقف بتاعت المواصلات، اي زول بعربيته ما بيجي بخش الموقف شغال على كيفه، بيجي بشوف اللي بيستهدف المكان اللي هو بناسبه، يعني بيجي وبيشحن يشحن في زمن ضايع، انه يعني ما ممكن قريب بين المغرب، يعني قريب المغرب كده اكيد معروف يعني بكون في زحمه بتاعنا. العربات بيستغلوا الموقف ده، يعني الواحد بكون قاعد بعيد يخلي الناس دي تزدحم وشويه تزع طويله تجبط شنط البنات ويضايقوا البنات، بعدين يجي يقول لك الراكب ب700، اما تركب اما تقعد. يعني في الحاصل ده انت تضطر، لان ما في امن، البلد بقت ما في امن، وما في ذات حكومه موفره امن عشان انه كده يعني تحميك. اول شيء لو خطفوا شنطتك وقمت سكت زع طويله تلاقي اقرب مثال يعني بتاع البوليس تقول له يعني شنطتي اتخطفت، حيقول لك سكتي وحصليه، لاقيتي حرامي وقبضتيه وضربتيه، وحيقول لك ما تضربيه انت طالما لقيتي حقك ما تضربيه، ليه ما اضربه ما حرامي. البلد بقت ما فيها امن والناس بتخاف، يعني باي شكل ان كان تحاول انك ترجع قبل المغرب. انت لما تجي مع الزحمه بتاع المواصلات يقوم يستغلك الراكب 1000 جنيه 700 جنيه، ده يسمى استغلال. انت لان ما في امن تضطر تركب، ما حتقدر تكون واقف كده يعني، وبالذات البنات، والله بالذات البنات استغلال شديد. يعني الايام دي البلد فيها فوضى عارمه، الناس خفضت من حاجه اسمها تزعه طويله بالمواتر، لكن في ظاهره ثانيه يعني ظاهره جديده طلعت في البلد، ظاهره سالبه جدا جدا. تلقى عربيه كريس صغيره فيها زي 7 8 راكب، بتكون فاضي فيها مقعدين 3 مقعد، انت بتكون ما عارف يعني حيوقفها لك في الزلط العام، باعتبار ان دي مواصلات عامه، تقومي تركب في المواصلات تمشي شويه حيطلعوا لك سواطير سكاكين مسدسات وتهديد، حيفتشوك يشيلوا شنطتك يشيلوا تليفونك ويفتحوا الباب ويدفسوك يدعوك. الكلام ده بيمشي لوين يا جماعه؟ ما في امن، ما في امن. انا من هنا بوجه رسالتي انه للحكومه تنظر للمواطن، والله المواطن ضعيف
وتعب وانضغط، وبعدين يعني حتى لو ربنا قال اطيعوا الله والرسول ولي الامر منكم، ان احنا ما ممكن نطيعكم وانتم ما شغالين بينا. لما كان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كان ولوه الخلافه قال اخاف ان تنام نعجة جيعه وانا حاكم، يعني هو كان خايف انه نعجة زايد تنوم جيعانه، وهو كان حاكم يعني حاكم للدوله الاسلاميه، فما بالك هسه كل الشعب السوداني شعب جيعان وشعب متشرد وشعب بقى متسول وشعب تعبان، وهن قاعدين ما همون. والله انا من هنا رسالتي بوجهها للمسؤولين كمجلس السيادة، بقول لهم يا ناس خلوا الشغلة الشغالين فيها دي، خلوا منكم الكراسي ولعبة الكراسي واللعبة السياسية الشغالين فيها. السودان بقى بؤرة بؤرة عديل، بؤرة بتاعت نقاشات، بؤرة بتاعت مشاكل وكلام كتير. يعني هسه لما مسكنا في الوسط هنا الناس مهددة بتزعة طويلة، لما نمسك الغرب دارفور مشاكل شديدة، مجادر شغالة موت، والله موت عديل كده المشاكل، مشاكل دارفور أنا ما بصفها بحاجة. من هنا بوجه رسالتي لناس دارفور، أقول لهم خليكم واعيين، خليكم صاحيين، خليكم فاهمين، لأن المشاكل دي ما مشاكل قبلية، مشاكل سياسية. المشاكل اللي هسه حاصلة دي مشاكل سياسية وسبب السياسيين، دي مشاكل سياسية وسبب السياسيين. يعني أنا طبعا ممكن المشكلة دي بتكلم عنها بشكل جزئي، ليه؟ لأنه أنا سايق عربية أساسا، سايق سيارة يعني، لكن بتكلم عنها لما سيارتي تكون معطلة، لما العربية تكون معطلة. أنا صراحة بعاني من تذبذب السعر، يعني واحد يقول لك يا أخي 250، واحد يقول لك ب 300، واحد يقول لك ب 500، يعني كل واحد بسعر براو، واضح تماما إنه ما في رغبة. هي الرغبة يعني بتخلي الوضع شوية، أنا ما بقدر أنا يعني أقيس الليلة. أنا داير أركب عربية في واحد مستعجل سعر حاجة ورفع الناس ومشى، سعر ب 500 ورفع الناس ومشى. أنا مفروض دار اركب سريع، اول ما اركب انا جوا الحافله اقوم اتفاجئ بانه الزول ده قال لا، قال للناس 500، يقول لكم يا جماعه ما اتفقت معاكم. طيب انا ما حاضر الاتفاق ده، انا ركبت فجاه ما حاضر الاتفاق ده، تحاسبني كيف بانه انا بالسعر اللي انت قلته؟ انا متعود على السعر بتاعي مثلا تحديدا من مثلا من 13 لجامعه الخرطوم، ولا من 24 في الحاج يوسف ل 13، دي فيها زبزبه جديده، كل واحد حسب بسعر حسب ما شايفه. يعني انا اتكلم عن المنطقه اللي انا بطلع منها، ف في ناس ملتزمين، ممكن اقول الخط الملتزم كويس بتاع من بري من 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 جم دار الشرطه لحد اخر محطه بري دي، يعني كويسين جدا جدا بيتعاملوا، يعني هم 200 جنيه، لكن لو انت ركبت من نص المسافه بيعمل لك ب 100، فانا شايف ده كويس جدا جدا. لكن في ناس ثانيين من غير مراقبه يعني شايتين يعني بشكل غريب جدا، يعني ولاعبين بالسعر بالاسعار. يعني انا ما ادري احدد جهه معينه، لكن يعني اي حته غير الحتتين ديل اللي انا ركبت فيهم ديل، في حتات ثانيه كثير جدا انا بتفاجئ بانه يقول لك لا يا اخي ب 500 وما بتقدر تدفع اقل. يا اخي مثلا انا قاطع الكوبري بس، انا ما ماشي الوحده، لا ما بحاسبني بيدها، لا تدفع كامل يا اخي، ليه وكذا وهنا. المهم انا يعني شايف انه هي قد تكون المؤثره مع الناس الحفلات، زيادات المطرده في سعر البنزين، لكن كمان طالما هم في زيادة في الأسعار خلاص هنا ده يكون فيه ضبط وربط. طالما أنت يعني الزيادة تمت في سعر البنزين، والزيادة حصلت في المواصلات عشان يحاولوا يغطوا لك ويوازنوا لك سعر البنزين، أعمل لي رغابة على الموضوع ده واضبط سعره عشان يكون المواطن راضي. يعني نحن هسه حاليا دايرين رغابة تامة على المسعرين الجدد وتتشكل عليهم غرامات وكذا، لانه كذا هسه بالحال دي الوضع فالت يعني صراحه. والله انا اصلا بدرس في السودان كليه العلوم والتكنولوجيا، لكن حقيقه الواحد بيتفاجئ صراحه. يعني انت مثلا طلعت من البيت ب 1000 جنيه تجي تلقى الهايس يقول لك ب 500 جنيه، طيب ال 500 جنيه الباقي ده انا ارجع منها البيت ولا اتواصل بها ولا اعمل شنو؟ طيب ثاني يوم رجعت جيت ب 1500، ألقى المواصلات، وطبعا هي يوميا زايدة، ألقى المواصلات ب 600 جنيه مثلا كده أورد، يعني برضو 700 جنيه، يعني ما في حل. الأسر زادت ضايقت من ال من ال من الجامعات، والجامعات طبعا غالبا الناس بيكون شغال أسبوع كله. والله طبعا يعني فعليا إحنا بنعاني شديد يعني من الحتة دي، ففعلا الصباح إحنا لما بنجي على الخرطوم مثلا بيكون عندهم سعر اللي هو ثابت، بيكون عارفينه كلهم. اما من الخرطوم هنا فكل زول بيكون شغال على كيفه، وعلى فكره يعني حتى بيكونوا واقفين يعني يمكن عربيه هنا وواحده بهنا، كل واحد بيكون سعره براه مختلف. فما بعرف اقول لك انه هي زياده بتاعه بنزين، لانه اي دونت ثينك انها حتكون بس بتاعه بنزين او كده،
لأنه حتى لما بينزل السعر بتاع البنزين التسعيرة بتكون ثابتة في محلها، ففعليا بتكون دي عدم رغبة فعليا. إحنا اللي بنعاني من الحتة دي يعني. وبالنسبة لهم إنه والله الحاجة المفروض إنها تحصل وزمان كانت هي موجودة، حاليا بقت ما في رغبة. يعني كانت المواصلات بيحددوا التسعيرة بتاعتها في العربية، دي الحاجة المفروض إنها تحصل، يكون في تسعيرة ثابتة سواء كان للحفلات أو الهيصات الصغيرة أو العربات الكبيرة، يكون في تسعيرة ثابتة. كل واحدة بتكون عندها قوانين معينة، يعني الهايس بيكون عندها سعر، الحفلة بيكون عندها سعر، فكده ما حيكون في زول حيقدر يخترق قانون. كده حنكون إحنا ماشيين فعليا بمنطق معين إنه كده يعني. حتى أنا لما بركب بكون عارفة إنه السعر كم، ما بقدر أفاوض تاني ولا حتى هو ممكن يفاوضني عليها. فدي الحاجة اللي إنها مفروض تحصل، ويا ريت إنها فعلا تتغير، أنه فعليا إحنا بقينا نعاني شديد في الحتة دي. الفوضى بتاعت التسعيرة بتاعت المواصلات دي أنا بعتبر إنه دي عدم رغبة من الحكومة ولا من الدولة. والحاجة التانية يعني حاجة ضميرية، يعني السواقين ذاته بيناتهم أنا بعتبر إنه ما عندهم ضمير، ويعني ما عندهم إنسانية. يعني ما ممكن أنا صباح أركب بسعر وأجي المساء أركب بسعر، فأصلا دي حاجة فوضى. إذا كانت ما بتغطي فمن الصباح أنا مفترض ما أكون أركب بسعر رخيص وأجي المساء أركب بسعر غالي. إذا أصلا من البداية ما بتغطي المفترض أنا أركب، يعني من البداية لو أنا الصباح ركبت ب 500 جيت المساء ركبت ب 500 أنا بعتبر إنه دي الحاجة اللي بتغطي معهم. لكن أنا ممكن الصباح أركب ب 200 300 أجي المساء أركب ب 500 600، أنا بعتبر إنه يعني دي فوضى، ونشوف إنه يحلوا المشكلة دي. الجشع. الجشع نعم نعم، ده رأيي كده.